السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الو مكملين. وبعيد عن الناس اللي عايزه تزود فلوس صندوق تحيا مش عارف مين وليه وايه وفين، تعالوا نشوف مثل بيتضرب قدامنا على الحقيقه. مثل عظيم جدا بيقول لك لا ان الدنيا مش هتجيلك وانت قاعد في بيتكم، ان الامور في الدنيا كلها محتاجه المبادره، محتاجه انك ما تيأسش، محتاجه انك ما تستصعبش حاجه. هنشوف الكلام ده كله فين. هنشوف فلسطين اللي اولادها عملوا انفاق في غزه وقدروا قبل كده يأسروا جنود بيعتدوا عليهم وعلى بلادهم وعلى حريتهم، النهارده بيعملوا برضو انفاق ولكن علشان يخرجوا من السجن. النهارده المعنى الحقيقي للأسرى المحررين، محررين بعيد عن قوانين المحتل وبعيد عن المنة وبعيد عن الفضل لأي حد غير نفسهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة الناس بتضرب المثل وبتقولك بعض الرسائل اللي لازم توعاها وتفهمها كويس. بتقولك مفيش حاجة اسمها يأس، ومفيش حاجة اسمها إحباط، ومفيش حاجة اسمها جيش لا يقهر، هنالك فقط كلمة شعب لا يقهر. السجن والسجان مش أقوى حاجة ومش أقوى حد، تقدر تبقى أقوى منهم. ثق في نفسك وثق في قدراتك بعد ما تثق في قدر الله. اوعى في يوم من الأيام ما تستغلش أدواتك مهما كانت ضعيفة أو قليلة أو شبه مش موجودة أصلا. ثق انك تقدر تصنع المعجزات، ثق انك تقدر تحصل على حريتك في بحر عالي الامواج من اليأس والاحباط. اهل فلسطين بيبعتوا لنا رسالة زي ما دايما بيبعتوا لنا رسائل، رسالة تثبت الجميع وتقول لك اوعى واياك، اياك تخاف واياك تفقد الثقة بنفسك وبقدرتك. شاب من الشباب الستة اللي قدروا النهاردة يدوا صفعة قوية لسلطات الاحتلال، شاب منهم اتخذوا عنده 21 سنة، من 25 سنة بقى عمره النهاردة 46 سنة، ما يقسش ما يقسش وقال أنا محكوم عليا بالسجن في سجون المجرمين مدى الحياة، ما يقسش، بالعكس خرج النهاردة للحرية بدراعه بإيده. الكلام اللي بقوله لك ده اللي بيقولوه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، بيقولوا ان السجن ده، السجن الشاهق ده، السجن اللي فيه من الاستعدادات ما فيه، السجن شديد الحراسة. بص المنظر، استعرض لي كده الصور دي الله يخليك، بص السجن عامل ازاي، بص امكانيات الحراسة اللي فيه عاملة ازاي، بص ازاي عاملينه بشكل يعني ان اللي يدخل ما يطلعش ابدا. السجن ده يا سيدي الفاضل والصور اللي انت شايفها دي مش صور من فيلم، مش من الهروب الكبير ولا غيره، لا 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 لا، دي من فيلم واقعي عمله الفلسطينيين النهاردة في سجن جلبوع في شمال فلسطين في بيسان. ده المنظر بتاع السجن، يعني وانت داخل كده لو رفعت راسك او قدرت تبص من اي يعني ثقب صغير على السجن توقن ان خلاص الموضوع منتهي، مش هتطلع من هنا. ولكن شباب فلسطين، خمسة من جماعة الجهاد الاسلامي وواحد من فتح، قدروا النهاردة يقولوا مفيش مستحيل في فلسطين، مفيش جيش لا يقهر، في إرادة لا تقهر، في شعب لا يقهر. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض ازاي الجيش الإسرائيلي واقف قدام الحفرة بيبص عليها من جوه، بيرجع تاني يبص عليها من بره ويستغرب ايه ده، عملوا كده ازاي، قدروا يعملوا ده ازاي، بإيه؟ طب والرمل اللي كان بيطلع والطين ده راح فين؟ طب والمجسات اللي حاطينها عملت ايه؟ طب والكاميرات، طب والامن والحراسات، طب والسجون التي لا تقهر، زي الجيش اللي لا يقهر راح فين؟ السجون والسجنين اللي الذين لا يقهرون حصل فيهم زي الجيش الذي لا يقهر، تهزموا النهارده وقهروا
وهرب ست. بص من 2004 اول ما عملوا السجن، من 2004 قالوا ايه؟ مصلحة السجون الإسرائيلية عند افتتاح السجن في 2004 قالوا لقد استخلصنا العبر من محاولات الهرب عبر الأنفاق من سجني مجدو وشطة، لن يهرب أحد من جلبوع. شوف التحدي، ايه رأيك في التحدي ده؟ يعني وهم بيبنوا السجن ده قالوا احنا خدنا العبر كلها و عرفنا ازاي الفلسطينيين بيفكروا انهم ممكن يهربوا عبر الانفاق، ولان حاولوا قبل كده من سجن مجد ومن سجن شطا، وهو بيقول لك من 2004 انه لن يهرب احد من جلبوع. النهارده هربوا وجلبوعك طلع على ما فيش، والنهارده دلوقتي هتلاقيهم في جنين ولا هتلاقيهم في الاردن ولا في سوريا ولا هتلاقيهم مطرح ما هتلاقيهم، هم مش في السجن. الستة مش في السجن. السجن بقى للسجانين. السجن هربوا منه، ما بقاش لقيمة. وان شاء الله كل حد مسجون ظلم يطلع من سجنه بايده وبارادته، مش منا، من حد. زي ما بيقول احمد بيه شوقي، فاكرين احمد بيه شوقي؟ ليه بيت شعر جميل قوي، ليه بيت شعر عبقري بيوصف الحاله اللي احنا فيها، خلوني اقوله لكم بس علشان ما غلطش. وبيقول لك: وما نيل المطالب بالتمني وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. تعالوا نشوف مع بعض الدنيا وهي تؤخذ غلابا، ونشوف الحرية وهي تؤخذ غلابا، ونشوف الفلسطينيين وهم بياخدوا حقهم في الحرية غلابا، لا بمنة ولا بمنحة ولا بقانون محتل. طيب شفت الفيديو؟ هات لنا الفيديو تاني يا معاذ. الفتحة يا سيدي الفاضل اللي قدامك دي اللي هرب منها ستة، ايوه الفتحه اللي قدام حضرتك دي، هرب منها ست شباب قدروا يخرجوا من هنا. الفتحه دي ودت على فين؟ ودت على فتحه ثانيه بره، بره السجن. عرف ازاي وقاس ازاي وطلع كاننا بنتفرج على مونتي كريستو، كنا بناخدها في اعدادي تقريبا. كونتي دي مونتي كريستو اسمها كده، انا فاكر. وعملناها فيلمين، امير الدهاء وامير الانتقام، مره فريد شوقي ومره انور وجدي. دي يا جماعه الفتحه من الخارج، فتحه من الداخل افضت الى فتحه من الخارج، افضت الى الحريه، افضت الى الحريه. بص ده يا جماعه عندنا في الافلام المصريه فيلم اسمه امير الدهاء بتاع انور وجدي، وفي فيلم اسمه امير الدهاء، امير الانتقام بتاع انور وجدي، وامير الدهاء بتاع فريد شوقي. الاثنين عن نفس الفكره، ازاي حفر حسن الهلالي وبتاع بالظبط قدامنا اهو. في تعليق بقى على الحفره، لان عام 2021 كان في فتحتين مهمين للفلسطينيين للمقاومه، الفتحه اللي شفتوها من شويه وخرج منها الشباب، وفتحه ثانيه اللي ضرب منها شاب في غزة النار على قناص كان بيحاول يقتله ويقتل اللي معاه. ففتحة في السور واحد قتل بيها قناص او منها قناص كان بيحاول يقتله ويقتل شباب فلسطينيين تانيين، وفتحة في الارض افضت الى الحرية لستة. نشوف ورين، ايوه يا سيدي، لخير الدين الجبري قال لك الشعب مش صاير مش صابر وبيسأل الفتحة الثالثة وين راح تكون. ادي اول فتحة على اليمين للشاب اللي ضرب القناص اللي كان بيحاول يقتله ويقتل اللي معاه، والصورة طبعا القناص ده مات من يومين ثلاثة، وادي الفتحة الثانية اللي على الشمال اللي قاعد قدامها الخبير الصهيوني محتار، طلعوا منين؟ طلعوا ازاي؟ عملوا ايه؟ يا سيدي، مش هو يعني سيدي، انت بيقولوها كده يعني، هو شعب لا يعرف المستحيل، هو شعب لا يعرف
المستحيل ولا مكان للمستحيل أبدا.